موافقة أغلبية واسعة من أعضاء الكنيسة الإسرائيلي في الائتلاف الحكومي وأيضاً في المعارضة. صادقت الهيئة العامة للكنيسة بإقرار مبدئي لقانون يعارض إقامة دولة فلسطينية ويمنع تنفيذ حل الدولتين بادعاء أن إقامة أي دولة فلسطينية يشكل خطراً وجودياً على إسرائيل. وجاء القرار المبدئي بوقت حساس، فمن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع القادم ليقدم خطاباً أمام الكونغرس الأمريكي. قد يزعج هذا التوجه اليميني الولايات المتحدة المؤيدة لحل الدولتين والدول الأوروبية التي اعترفت بأحقية الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة. تقوم إسرائيل منذ سنوات طويلة بإنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ما يجعل تطبيق حل الدولتين أمراً مستحيلاً. وكان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قد وعد ببناء مستوطنة جديدة مقابل كل اعتراف دولي جديد بدولة فلسطينية.